عاوزه تسيبيني وتمشي يا ريم؟ انا حاسه ان انا هبقى مرتاحه كده اكتر. وتفتكري انا هبقى مستريح وانت بعيد عني؟ ما انا مش مهاجره يعني يا بابي، بالعكس انا هشوفكوا طول الوقت، بس انا بس هستقل في حياتي شويه وابعد بقى عن كل المشاكل والحوارات اللي حاصله هنا دي. بس انا مش موافق يا ريم. يعني هو احنا هنعيش على مزاجكوا؟ ريم لازم تقعدي في البيت ده وتستحملي كل المشاكل والضغوطات دي. وانت يا طارق لازم ما ينفعش تتجوز اللي انت بتحبها، ولازم تستنى لحد ما احنا نلاقي لك واحده تتجوزها. هو في ايه؟ هي حياتنا ولا حياتكم؟ يا حبيبتي احنا بنعمل كده عشان خايفين عليكم. يا بابي بلاش الكلام اللي ملوش لازمه اللي انا مش هصدقه ده. طب يا ريم انت عارفه انا بحبك قد ايه انت واخوكي، ويمكن انت زياده شويه، بس واضح بقى ان انت فهمت الحب ده غلط وسقت فيها. انك تسيب البيت ده مش هيحصل، وتأخير بره البيت برضه مش هيحصل، فاهمه ولا لأ؟